في إطار إجراءاتها لمكافحة وباء إيبولا، قامت السلطات الغينية بتثبيت كاميرا حرارية في مطار كوناكري لإخضاع المسافرين لفحص طبي للتأكد من عدم إصابتهم بالحمى النسفية. وأكد مسؤولون في وزارة الصحة أنه تم وضع فريق مؤقت للمراقبة الطبية في المطار لطبأنة المسافرين بعد تفشي المرض الذي أودى بحياة 101 شخص في البلاد. منظمة أطباء بلا حدود أكدت أن المرضى الذين طلبوا المساعدة الطبية في المراحل المبكرة للإصابة كانت لديهم فرص أكبر للبقاء على قيد الحياة. عندما يأتي المريض إلينا مبكرا وفي مرحلة مبكرة من المرض تكون النتائج أفضل. عوامل أخرى تؤثر على حالة المريض مثل كم الفيروس الذي تعرض له. وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إنها تحتاج ما بين شهرين إلى 4 أشهر لاحتواء المرض الذي ظهر في 4 دول على الأقل غرب إفريقيا.